فاتتة بتوني عيسى وسارة أبي كنعان. البلد فير فادي تابت، انت كاهن ومسرحي معروف وجمهورك بينتظرك سنويا لمتابعه اعمالك الهاتفه واللي دائما بتحمل رسائل ايمانيه اجتماعيه وسياسيه. توني عيسى، انت ممثل لبناني معروف، بدات مسيرتك بادوار صغيره وبسيطه ومع الوقت اثبتت عن كفاءه خلتك تادي ادوار مهمه تركت صداها عند المشاهدين. ساره ابي كنعان، انت طالبه صيدلي بتهوى التمثيل من عمر 11 سنه. في كم سؤال عندي عن الادويه وهيك، هلا بدي اسالك اياهم هون تحت الهواء لانه عم شوف كمان عوارض جانبيه على ميشيل. على ميشيل، فبدي اعرف اذا هيدا من شي دواء عم بظبط ولا دواء على ميشيل. عندي طالبة صيدلي بتهوى تمثيل من عمر 11 سنة وسبق وشاركتي بعدة أعمال تلفزيونية، وأنتم ضيوفنا الليلة لنحكي عن فيلم 24 ساعة حب اللي عم بينعرض حاليا بالصلاة. بير فادي، هالفيلم السينمائي هو الثاني لإلك بعد نهاية حلم، وبتتطرق فيه لموضوع الشباب اللي بيتعاطى مخدرات ونظرة المجتمع القاسي لإلهم. بهالعمل بتحمل المسؤولية بشكل كبير للأهل ولعدم اهتمامهم بولادهم، بالإضافة لعوامل ثانية بتدفع لهالتعاطي. قديش برأيك الأهل مذنبين وقديش المجتمع ووضع البلد ككل كمان عم بيلعب دور بزيادة تعاطي المخدرات؟ أكيد ما في غلط من ميلة وحده، الغلط بده يكون في له عدة وجوه. نعم. يعني في عندنا المشكلة اللي بيعانيها الشاب أو الصبية لما بيكون بالبيت، مشكلة التطور يلي نحن موجودين فيه أو التطور الخاطئ إذا بدك يلي عم نشوفه على وسائل الإعلام، يلي عم نشوفوه على الأرض. على الأرض. نعم. بالإضافة لما يوهم الشاب أو الصبية إنه هالشغلات هذه بتنقلهم لغير عالم أو بتنسيهم همومهم أو غيرها، يعني صحيح أو غيرها من الشغلات يلي ممكن إنه يتعرض للشاب أو الصبية اليوم. نعم. أنا بالفيلم معالج كل القضايا. نعم. يعني بس إذا اعتبرنا البيت هو صحيح الأساس، معالج المشكلة الأساسية اللي هي مشكلة البيت. نعم. معالج مشكلة الجامعة. نعم. والجو اللي بيكونوا موجودين فيه الشباب. نعم. يعني اليوم نطلع نحن ما في عائلة حتى. نعم. وإن كانوا مجتمعين بمكان واحد بنشوف إنه يا أما التلفزيون بده يسكتنا. نعم. يا أما هن قاعدين وكل واحد على الواتساب والفايبر والتانجو والتويتر قاعدين عم يحكوا في غنية. على كل حال صحيح بالفيلم بتحكي عنا، فينا نسمعها هلا؟ نحن واتساب فايبر تانجو تويتر والفيسبوك، امي وبني وستي وجدي بيقولوا لي عمي الهو بدهم نرقص عدى العونه والهواره فيه يكون حتى يبقى زمك صافي تراس بيلحقوا. نحن جيل واتساب فايبر تانجو تويتر والفيسبوك. فادي، توني وسارة، قبل ما نكفي معكم خلينا نشوف سوا مقتطف من هالفيلم، بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منكم ثلاثتكم سوا تطلعوا بكاميرتكم وبس تضوي أحمر الثلاثة سوا لازم يقولوا بلاير باسم. بلاير باسم. طيب شو المطلوب؟ الشغلة منا مسحة أستاذ. تذكرت أنت وين؟ إذا خفت إنك تفوت الرشا واليأس رجع يسيطر علي هتخاف. واضح إنه
انه ريتم سريع في مساج، بس ريتم سريع واكشن كمان بالفيلم، يعني بعتقد كمان هذا موضوع جاذب لكل الاعمار وللشباب خاصه حتى يحضروه. الحبكه مانو او توني عيسى شاب غني وابن عائله ارستقراطيه، ولدته ملهية كل الوقت بحاله وبالصبحيه. ترى اذا بدنا نفتح كمان وبالجدادين وبالفساتين وبالهيك بس ما بنقعد نخلص. والده مشغول بحملته الانتخابيه، وهيك بينجر من خلال بعض الاصحاب لتعاطي المخدرات، بالرغم من محاولات حبيبته كلير انتصاره انها تخلصه من هالآفه. بس باللحظه اللي بيحاول فيها الانتحار راح يلتقي براعي مضيع احد خواريفه انت بير فادي ثابت، وهالراعي راح يغير له حياته. توني مؤخرا برزت بدورين متناقضين اذا صح التعبير، مانو او عمانو المدمن اللي حكينا عنه، وعلي الشاب الملتزم دينيا والمكرس حياته للمقاومه لمقاومه اسرائيل بمسلسل الغالبون. بس المشترك بين الاثنين هو موضوع الايمان، يعني اللي هو بيكون الملجا لاثنيناتهم. فينا نقول انه الشاب الضايع واللي فاقد اهتمام اهله مشكلته كبيره مثل مشكله الشاب اللي عم بيواجه العدو؟ هلا اولا الدورين متناقضين جدا. اول شيء لرجع تاب مانو ونرجع عرف حقيقه هو شو ودينه، واللي ما كان يعرفه ما كانوا اهله منورينه عليه. بين باخر القصه. لكن علي هو من بدايه الفيلم او المسلسل عارف حاله شو عم بيعمل، وعارف قد ايه هو قد ايه رح ينتصر على الاعداء، وقد ايه هو باقي ومتشبث بارضه قد ما بيحبه وبيحب عائلته وارضه. في فرق كبير كثير بين اثنين، لكن في هو القاسم المشترك الوحيد هو الايمان يلي بيظهر بعدين عند مانو. سارة أبي كنعان، أنت من حبالين جبال واليوم عم تدرسي صيدلي، بس علاقتك مع الكاميرا قديمة. بعمر 11 سنة شاركتي بمسلسل بنت الحي لمروان نجار، وبعده ظهرتي بأكثر من عمل مثل خطوة حب أول مرة، القناع، وديو الغرام، وحاليا عم تفكري ترجعي تدرسي تمثيل كمان. سارة، شو تغير عليكي بين شغل التلفزيون والسينما؟ يعني عندك عدة تجارب بالتلفزيون لهلا. الصراحه ما تغير شيء، انه ذات انه التصوير هو ذاته، المطارح انه ذاتها. اللي بتفرق مش علي مش على الممثل، لانه الممثل بالنهايه بده ياخذ الكاركتر تبعه، بده ياخذ دوره وبده يطبقه. السينما بركي كانت فتره التصوير اصغر من مسلسل. هذا الشيء الوحيد اللي فرق علي، هو اللي بيفرق ان جنرال على المنتجين، على المخرجين، على البرودكشن، طريقه التصوير. يعني هي العمل التقني اكثر بركي من الاداء التمثيلي. توني عيسى، انت مواليد 1979. هيك عم قلت لك 1979. توني عيسى، انت مواليد 1979، عمشيت والدك الممثل ناظم عيسى اللي جرب يبعدك عن هالمهنه بس ما قدر. درست اداره فنادق واشتغلت 8 سنين بهالمجال قبل ما تبلش تحقق طموحك بالتمثيل، وتشارك بحوالي 25 عمل بين مسرح وتلفزيون مثل ابنة المعلم، بين السماء والارض، مالح يا بحر، الغالبون، عندما يبكي التراب، مسرحية على أرض الغجر وغيرها. توني، بعد أدوار البطولة الأخيرة اللي لعبتها، البعض لامك أنك عم ترجع تقبل بأدوار تانية بعد ما كان عم بيكون عندك الدور الأساسي، شو ردك على هالموضوع؟ ليموني؟ أوكي. اللي غاروا مني؟ لا، تفاحة. مش أهمية هي بكبر الدور أو عدد الصفحات أو عدد الأسطر يلي بنقولها، هي بنوعية النص أو نوعية ال يعني اللي بدنا نلعبه، الدور اللي بدنا نلعبه. صحيح. على وقت بتطلعي بحلقه ضيفه وبتبقي هالحلقه بهذا الدور مضويه ب 30 حلقه اللي رح يقطعوا بدهم يحكوا عنك. صحيح. وقت بتقطعي ب 30 حلقه بنجم غيرك. صحيح. فمش مبدا ومش من يعني منا عبره. هو الاثر اللي بيتركه، هو الاثر اللي بيتركه الدور. نعم. ما عندي مشكله بهذا الموضوع ابدا، اذا كان الدور انا بعمل الدور وانا بنجحه او انا بفشله. صحيح. بير فادي، سنة بدل المسرحية عندك فيلم، بالإضافة لكتاب بعنوان نهفات شعرية وبيتضمن نكت بالشعر، وهيدي شغلة جديدة، شو رح تسمعنا منه الليلة؟ هيدا الكتاب يعني أنا حاولت، لأنه على طول أنا بمسرحي يمكن أو كان بمسرحي أو بأفلامي أو بأي شيء بعمله، فبحاول نوعا ما أقول إنه مش بس
الشغلات اللي بتنحكى من الزنار وبالنازل هي بتمشي، في عندك المسرح الهادف، حتى في عندك الكلمة الهادفة. نعم. فحاولت أنا أنه بموجة النكت اللي كانت عم تطلع على وسائل الإعلام أنه أعمل أنا نكت من الزنار وبالطالع من الزنار وبالطالع وقول أنا أنه المهم الخبرية الحلوة ممكن أنه تضحك الإنسان بغض النظر إذا كانت زفرة. يعني ممكن إذا كان في نكت نظيفة قادرة أنه تضحك الإنسان، وهيدي الأذكى أصلاً. وكتبتها أنا بشكل نعم. شعر نعم. رح طالما نحن عم نحكي عن 24 ساعة أي صفحة اللي حب. رح تفتح حتى أنا كمان 55 طالما نحن عم نحكي عن 24 ساعة حب رح نحكي عن بوسي مش هيك بوسي كيف؟ نزل النار وبالطالح نزل النار وبالطالح يلا بلشنا بالحب وصلنا للبوسات هلا بيت ما هي البوسي بتقول... بتوصل للزنار وبالناس بتقول كان البونا بحفلة عرس بارك العرس وصلى وللعرسان بيعطي درس الله بحبه نتجلى بعد العرس البونا قال للعرسان وصوبه مال صارت البوسي حلال قدام العالم كله باس العريس العروس وكل من مرته صار يبوس وبيصرخ واحد مفقوس وعالبونا صوته علا قال له بونا الوين بروح البوسي اللي عملته مسموح خلى قلبي كله جروح وهالعقدي كيف بحله العرسان فهمنا باسه وكل من عطي احساسه والمجوز على قياسه باس البوسي بمحله وعزابي ببقى وحيد من البوسي ما بستفيد اسمح لي هيدا ظلم بريد البوسي دوق او اتحلى قال له البونا حكيك فرض عم تحكيني بطول وعرض بعدك اعزب بوس الارض وما تنسى تشكر الله منيحة منيحة بدك بوس الأرض يا طوني أنت وجو هيدا نصيحة كمان من ميشيل على كل حال حتى الكفر كفر الكتاب كتير مهضوم وفي شخصيات مختلفة نسائية ورجالية ولوكس ولادية يعني كل القياسات فيه حتى مختلف هيدا الكتاب كمان معمول معه سيدي نعم كمان عملنا معه سيدي حتى نهين على الشخص بصوتك؟ ايه أكيد لأنه حلو كتير طريقة إلقائك يعني حتى نهين على الشخص يلي يمكن ما معه وقت أنه يقراه هو بسيارته ممكن أنه يحط السي دي ويقدر أنه يتسمع على نكت فكرة كتير حلوة لأنه أدائك لهالأشعار يعني مثل ما قلنا كتير موفق نهفات شعرية كتاب شعر زجلي شعبي للأب فادي ثابت صادر بطبعته الأولى 2013 عن دار صوت المحبة بيتضمن رسمات كاريكاتيرية للفنان عماد عبد الصادق بالإضافة لسيدي ورح يتم توقيعه قريبا فارتابت أيمتى التوقيع مبدئيا؟ التوقيع بده يكون ب 25 نيسان ب 25 نيسان بالنهاية بدي أقول أنه فيلم 24 ساعة حب لكل العائلة وبلش ينعرض بفترة الصيام وأسبوع الألام وبيحمل رسالة إنسانية مهمة بجسدها عدد كبير من الممثلين اللي بتحبوهم مثل نهلة داوود بيير جاماشيان وطبعا ضيوفنا الأب فادي ثابت توني عيسى وسارة أبي كنعان وكتار غيرهم بعتقد حسب ما شفنا أجدته بأداء الأدوار واليوم ننصح الجميع أنهم يحضروا هالفيلم